القمص يؤنس أديب وكيل مترنية الأباط الكاثوليك بالبحر الأحمر. عمل إيه أبونا القمص؟ المشهد المعتاد اللي بالمناسبة يعني إحنا دايماً نقعد نقول يا جماعة صدقوني ده العادي، يا جماعة صدقوني ده مش هو الخبر، لأنه ده العادي اللي بيحصل في كل شوارع مصر، بس إحنا بنبقى فرحانين، إحنا بنبقى شايفين إنه دي الروح الطبيعية المصرية اللي إحنا بصراحة افتقدناها لفترة من الفترات. فدي صور لطيفة النهاردة طبعاً كانت بتتم مشاركتها، وده المعتاد. والحقيقه كمان انه يعني يمكن خلينا ناخد الاول قمص يؤنس، ويمكن ليه حاجه بسيطه لينا ممكن اقولها. القمص يؤنس اديب وكيل مترنيه الاخوات الكاثوليك بالبحر الاحمر، اهلا بحضرتك معانا، كل سنه وانت طيب، رمضان كريم علينا كلنا. كل سنه وحضرتك وكل الشعب المصري بخير وصحه وسعاده، ويا رب دايما يعني يبقى الشعب المصري دايما شعب كله اللي عنده الموده والحب والرحمه والعطاء. وشهر رمضان الكريم احنا في وطن واحد لنسيج واحد، واعتادت يعني دايما مصر كده بكل الشعب المصري بكل اطيافه، بالذات في شهر رمضان قبل جائحه كورونا كنا بنشوف يعني موائد الافطار واللي بتجمع ما بين الشعب المصري كله مسلمين ومسيحيين، بنجتمع وبنكسر اللقمه كلنا مع بعضينا وبنعيش في جو جميل جدا. هنفتقد السنه دي بقى. يعني معلش السنه دي طبعا للظروف يعني الاستثنائيه، لكن يعني المظاهر موجوده في قلوبنا. وده لا يمنع البهجه برضو وتعليق الزينات. انا عايزه اشكرك يا بونا، يعني عايزه اسالك يا بونا، هي المشهد ده معتاد يعني حضرتك بتعمله كل سنه بتعلق الزينات؟ نعم. يعني نعم. انت بتعمل ايه في رمضان يا بونا كمان؟ يعني احنا دايما في شهر رمضان، بس اول مره السنه دي نعمل حاجه كويسه، يعني ان احنا جبنا شويه فوانيس كده وطلعنا للاحياء اللي هم الشعبيه، واتفاجئوا الاطفال بان احنا يعني بنوزع الفانوس، يعني والسنه دي الفانوس يعني كده في نغمات حلوه يعني بنفرح للاطفال. يعني فدي المفاجاه اللي كانت اللي بنعملها النهارده في مدينه الغردقه، يعني بالذات في الاحياء الشعبيه، والناس كانت مبسوطه جدا، ويعني كان جو جميل جدا الصبحيه النهارده واحنا بنوزع الفانوس. وطبعا يعني دي اللي كانت يعني الحاجة الجديدة اللي احنا عملناها السنة دي، يعني توزيع الفوانيس. فاحنا قلنا يعني بدل ما طبعا يعني بسبب جائحة كورونا ما فيش حفلات افطار اللي كانت بتجمعنا كلنا، يعني فيبقى في محبة ممتدة بكل الطرق. احنا بنشكرك شكرا جزيلا، يعني حقيقي حاجة حلوة وجميلة. وتاني عايزين نقول اللي عمله أبونا بيتعمل في أماكن كتير في مصر.